الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدعم الفن والإبداع. التقينا إذن. الذين قالوا وحدها الجبال لا تلتقي أخطأوا، والذين بنوا بينها جسورا لتتصافح دون أن تنحني أو تتنازل عن شموخها لا يفهمون شيئا في قانون الجبال لا تلتقي إلا في الزلازل والهزات الأرضية الكبرى. أقدم لكم هذا البرنامج برعاية كيا الجزائر. اللون خوني غي تابعان لون جيني غاف لزريان تمرت الجزائر. في اللون نقول لكم مرحبا بكم في مدرسة ألحان وشباب في طبعتها الثامنة. كما على بالكم رانا في الأسبوع الأخير تاع المسابقة تاعنا وتاع السيجور ديالنا هنا في المدرسة. قعدوا غير ثلاثة في المسابقة، كل من عاشور، دريس وسمير، وهاد السمانة جا عليهم ضغط كبير مع لي بريباراسيون تاع البرايم. اليوم رايحين نكتشفوا أحد من هاد الطلبة الثلاثة اللي قعدوا في المسابقة اللي هو عاشور. عاشور كيفاش دخل للمدرسة، كيفاش بدا التطور تاعو، كيفاش يعيش مع لي كانديدا. غادي تشوفوا اليوم معنا لي تيمونياج تاعو واللي تيمونياج تاع لي كانديدا صحابو اللي راهو معنا. قعدوا معنا. Comme vous voyez, l'aventure touche à sa fin. Nous serons contraints de se séparer moins de les deux mois de cohabitation mutuelle. نقدر نقولوا بلي هاد لافونتور ا ايتي humainement, musicalement enrichissante. انا شري ليكول مع لي 18 كانديدا، مع الديريكتور، مع الشيخ نا. Vraiment, on a appris beaucoup de choses à Tassid Mahfad. Avec un Zoram Mazel, trois finalistes. Il a Samir, il a Driss, et puis Ashour. Dal al Tanazouli, قريب الفينال، قريب تخلص ليكول، قريب نتفرقوا، وحنا لي كونديدا اللي كنا بروش بزاف، اللي جوزنا ايامات يعني انوبليابل، اللي جوزنا وقت صعيب كيف كيف، ضحكنا كيف كيف، بكينا كيف كيف. تفصلنا اربع ايام باش نروحوا لديارنا، ثلاث ايام على لا فينال. لا فينال هذا اللي فيه ثلاثه اصحابي عزاز عليا ياسر ياسر ياسر، اللي هما سمير، دريس، عاشور، اللي نتمنى ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله. باسكو يستاهلوا، خدموا وتعبوا، اون فان كونت الحمد لله يا ربي لحقوا للفينال. يعني كان حلمي اني ندخل المدرسه هذه، مدرسه الحان شباب، وتحقق الحلم. يعني حاجه كبيره بالنسبه لي اني حققت انجاز كبير، والحمد لله يعني تلاقينا بناس علمونا وقفوا معنا، اساتذه ما شاء الله عليهم. يا تسلي غيلا يا غيطار ضاق
قضيت مو في الأوان قضيت مو في الأوان فرح النول وانا نجد مقرام آي الخير نور آي الخير نور اسمي لزيكيس ذم شطوح يا غاري حمل حمل الغناء يحمل لي زونستريم ويحمل هذه غنيا يحمل انتليجنت يعني اذن داير على كل حال يفن مي مسوي هذا كان كيصرحون الغورس يحمل هذه غنيا ذا زهواني ثلاثة الفرح يعني بضر درجه ايش بنت كاين الحاجه الفرح المليح مليح يحمل جيتار يحمل هذه غنيا يقيم مليح على كل نشتي يمر مليح على الغنيه كي يحمل انشتاقيني ان شاء الله هذه ينجح كون انشتاقيني ام كل يدوب يحب يشتي للميل ام كل في الليل حلاج الحرمة كل الحرمة حلاج تابوك ليه ام كل تابوك ليه حلاج الفامة الفامة تغري بقدودة إن أنا أنت ثوم ريو قم غشال الجدود سواثو لسي ذمني تقيني تغري بقدود إن أنا أنت ثوم ريو ذم غشال الجدود سواثو لسي ذمني أكو في يقود شبالي أسكت زمن فلي أكو في يقود شبالي أسكت زمن فلي ما نكرا بدي ويني بدي ويني ومكولا لذودي حلق شديد عشر صوت قوي صوت صوت يعني عنده طلعات الجوابات الله يبارك ما شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله عشر سنوات قسمي لم زيا لكن نهاران كيداس كزيك قسمي لم شطوح نهار ماركيت يحمل شنا يحمل لي كوماسي سي زانستريمون اي تو ميم دي ليكول كيغيني تقصير غيد تغنيه غيد عشر جايغ دل وحشدام قران كمي كمي دي روح الحن وشباب نشدها طاس طاس نشدها مليح مليح خاطر تغني توجور 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 انت كوي صح اما قالي قال لنا اللي فات نغا كوي لا وفري غادي نير زغن بلي كي اليا انت اون تري غران داميليوراسيون كمي دي روح الحن وشباب اما في طرف كان اما يعني كلش يغال يغال ذا شنايا مقارنة سنين غا عطيتني الصحة الأساتذة غي قلنا ذي ألحن وشباب سنين غا عطيتني الصحة مليح مليح سيدون دذلا ومتعدين ذو سال ولسايدين صنة نقصي دوني تسغفة للوقف يتحين في العمر وعشرين مزون يغني صوفا للوقت يتحيري في العمر وعشرين مزون الاغلي عدان 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 والسال في ظلي كان دا عشر فات كيس يوغار انا معنا قريت تو طون ما فهمش طوح دا درويش يقرصوا لهاد النساء اي تيلمون سبونتاني تيلمون شغل نايف تيلمون فو سي فريمون اوسي اون بيرسون اكسيبسيونيل يستاهل يكون في الفينال يستاهل لانه انسان طيب القلب حنين عاقل كل شي فيه عاشور كل شي فيه يعني راكم تشوفوا في ليكول كيفاش يديري كيفاه يتعامل عاشور وعاشور طيبة قلبه وبنيته الحسنة وصل للفينال
تنفعي في الحنوه شباب يبند كثار يتوربى كثار الحنوه شباب يعطيهم الصحه يبدل كثار كثار ميتشكن يلا يعداني قلا ثورا يزيد يزيد ما صرف كاع ما سوين يلا الحنوه شباب قال لك ولا شو تنتمنى لها ستويني لان ديال الدومين الفن دي فرا الور ذاكيني اوتونك حلاغ د لا بلاسينو بارمي لي 18 كونديدا الور سي فري صعب شويه الحال مي ما داوزار ذاكيني ماشي عادي كتغني باسكو ما داوزار ذاكي ساعات الى عتاب ساعات تهضر في لي شونسون كي قصغرت في اللاس اما لي تكنيك فوكال اما طاس طاس ساعات تهضر ابرا تكشم ديال الخوف تكشم دا سين دا تكشم دا لاس تاكواد لي ستريس خبي سر خبي سر كي الغفل وقرا حدرك لا تبين سرك للغي إنسان بسيط إنسان قلبه بيض بالبزاف تحسونية توجور من يقعد معنا توجور يضحكنا توجور تكون معاه تروح معاه في حضرته إنسان عاقل ولد فاميليا وهذا الشيء اللي فيه مليح ولفناه وأنا نتمنى له كل خير مدن بضار ذاكيني ونفدي مالنا توا شولت ودنو فارا دنو فاري مالنا وحدنا باسكو نت معاون كل واحد يتذكر رأي وايد، كل واحد يقدر وايد. الأرض عشت غير جن تفانسي، بس لو كان كل يوم يكث واحد اسم، وليش وريارين أو وايد ديفلوبين. واش بيلاتيست اليوم ولا في شي اندوماجي هو حصل مع لي زالبوم انت جاي تيلي شارجي كيفاش حبيت يكونوا لي دروا دوتور وانت بالموتور درو شارج حتى حاجه ما طراتي جيت تبيراتي تما تزيد تعطيه تبريزيلو قالا كاريير كيفاش حبيتو يافونسي هو يولي لاريير صعيبه كي تجي الاخر تسرق خدمه تاع واحد اخر تقبل بيها وتقول تاعي وجاي بيها اليوم تفتخر قدم لكم هذا البرنامج برعاية كيا الجزائر. يما في الداحه
عاشور يزيد هكا فايت ماس ويزميرا راه يفكر في الليل فرق يوث الدقيقة يما يما من اللي غورا عندها ضغطي كي لقى يدي سيوكو سي حمرية يسعى يوث تاسا وحدس فايت ماس لكن بغون حمرني ويت ماس انت واحد تاساس ان شاء الله منا غاس ربح ام قراني عاشور يسعى تاسا ميما في مدينة كي فراح من انتوك ما راه مديني جونتوك ذي مدين أما تدار في حملوك في مغري وين يتغني أكا يحمل قسم ديكار يحمل ذي زهواني إن شاء الله هذيك ملكان أكا يثوني تاقي سكن الفراق والفيلم يحرق غسكن الفراق والفيلم يحرق تخلمي حني جيدة تسويرا تخلمي حني جيدة تسويرا الله رضا قيني نتمعوان وين يسن الحاج يقاري سيوايغ يقرس الأساتذة ديالنا غديغني فكينا غفو الدم قراحان مدى شيخ بالفروني للي تكنيك دو فوكال السنين يعطيك صحة شيخ حسن لا كوريغرافي إلا براي أستاذ بوجليدة يعني على السولفاج لي بارتيسيون الكلي الله راس النين يعطيكم الصحة باسكو سي فري نكوني ذي غني نخدم عيني لان ذينا ويذ الأساتذة أنا ذي غني والله راه عاتفن في اللانا اسأل في الغاشي علي راح وما ولا شي انا ظنيتو ما ينسى شي ذكرياتي معاك ذكرياتي معاك هجر طايا ما ولا شي سافر وخياله خلاك هجر طايا وما ولا شي سافر وخياله الغالي راح ودا غرام معاه راح الغالي راح ودا غرام معاه نية بزاف وعنده قلب ابيض الله يبارك نتمنى له ثاني ينجح وفريمون بيرسونالمون انا حبيت هو اللي يدي البروميير بري باسكو il mérite il mérite vraiment انه يربح il mérite vraiment انه يكون حاصل على لقب الحن وشباب طبعة ثامنه سي نوتر عاشور ناسيونال يلحق غراس سا سا بونتي سا دواتور يعني شويه سا فولي يعني ان تامبر دو فوا بويسون يعني اتيبيك يعني ما نقاوش بزاف En tout cas, je leur souhaite bien ça, bonne chance et que le meilleur gagne. عاشور عاشور ذا مسلوب انت غير خدمه لومبيونس داك ديال ليكول جو بونس دا عند لا فولي ني سيتي صورنا لا فينال باسكو يسعى تصل البوبليك يسعى تصويتي تبعا نكين ان شاء الله دي ثلاثة ياك السلام عاشور السلام غاسناكو ان شاء الله كل يوم السلام غاسفو دي كارتزن وين تيبوين كيف كيف ما بغيت نكيني هذا كيف كيف ما بغيت ادريس كيف كيف ما بغيت سمير كيف كيف السلام على سنفو غرزن ثورا ما تولى مكون وي ميريتي غدا داوي على البرومي بري الورا تكمل من مزيان ون تكمل ما حريش دي قيمن اتفطين في لي نيميرو 3
مشكلة في اللون وعطيكم الصحة ميرسي بوكو حملاكم أطاس أطاس سوا كان هنا قد غير فقرة عن لكسس ناقو سيديا السلام أخت فام ديذنا واجي نذم داكل نغ عاشور إثر نمس سنمتيد نقول اللي فان تاع عاشور اللي غادي يتبعوا فيه يصوتوا عليه ونقولوا له تاني بالتوفيق راهو زميل تاعنا وانتم اللي راكم تتفرجوا علينا اقعدوا معنا باسكو مازال تتعرفوا على لي دو فيناليست تاعنا في لي زاكسيس اللي جايين سلام متابعي ومحبي برنامج ألحان وشباب للتصويت على مترشحكم المفضل لنيل لقب الطبعة الثامنة ما عليكم إلا بالتصويت وذلك بإرسال رقم مترشحكم المفضل عن طريق الأسماس على الرقم 66025 المترشح رقم 1 إدريس المترشح رقم 2 سمير والمترشح رقم 3 عاشور الحان وشباب الطريق إلى النجاح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدعم الفن والإبداع التقينا إذن الذين قالوا وحدها الجبال لا تلتقي أخطأوا والذين بنوا بينها جسوراً لتتصافح دون أن تنحني أو تتنازل عن شموخها لا يفهمون شيئاً في قانون الجبال لا تلتقي إلا في الزلازل والهزات الأرضية الكبرى قدم لكم هذا البرنامج برعاية كيا الجزائر